قولي ليدز لي فيست. فعالية امبارح طبعا كانت فعالية كبيرة جدا وناس كتيرة كانت مبسوطة بيها والأجواء كانت حلوة قوي خاصة بالمشاركين والناس اللي كانت موجودة. تفاصيلها ازاي تمت وهي طبعا للسنة يمكن بقالها سنين طويلة قوي كانت قبل كده كايرو بايتس؟ حقيقي بصي احنا كسفرة بنرتب للمهرجان الاكل ده هو الاكبر في الشرق الاوسط بقالنا شهور على الورق وكل حاجة متجهزة ومكتوبة وكل شوية بيطلع افكار جديدة والحقيقة محدش بيستخسر فينا ان احنا ننفذ كل الافكار اللي بتطلع. مع تنفيذ الافكار ده ابتدت تتنفذ على ارض الواقع من شهر فات واحنا بنسجل حلقات لبرامجنا كلنا كاشفات مختلفين في سفرة في استوديو كبير اوبن اير في وسط الناس في العالمين الجديدة هنا. كانت اكسبيرينس مختلفة عن تسجيل طبعا. حلقات في البلاتو تماما طبعا. او عن الهوا حتى بتاعنا. عايز اقولك تفاعل الناس معنا وان هم واحنا بنطبخ يدخلوا ويدوقوا ويتصوروا معنا كان تجربة مختلفة جدا وفريدة علينا من نوعها وجديدة فكنا مبسوطين قوي. والحقيقة كان الاحتفال الختامي بتاعها هو مهرجان الاكل امبارح في بايتس باي ذا سي. كنا عاملين اكلات من دول البحر المتوسط كلها فكانت حاجة راقية جدا. الناس كلها كانت بتدوق يعني تنفيذ ايدين الشيفات والمطبخ التحضيري بتاع سفرة كان حاجة يعني انا كنت فخورة بيها جدا جدا.